السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مصرف الرشيد يرفع مبلغ قروض ترميم وصيانة المباني. أعلن مصرف الرشيد عن زيادة مبلغ قروض ترميم وصيانة المباني إلى 50 مليون دينار، وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن القروض تمنح للمواطنين والموظفين وفق الآلية والضوابط السابقة التي تنص على منح القرض للمواطنين بكفيل مواطن راتبه على مصرف الرشيد. أما المواطن رواتبه لدى المصرف من الموظفين والقوات الأمنية فتمنح لهم بدون كفيل. وبين أن إدارة المصرف وجهت الفروع ومكاتب المندوبين كافة بتسهيل إجراءات ترويج المعاملات وفقا للصلاحيات التي منحت لهم، علما أن مجلس إدارة المصرف مستمر بإعادة النظر بالتعديل على التعليمات السابقة التي تصب بمصلحة زبون المصرف وحفظ حقوق الطرفين وفق الضوابط.